وحشتيني وحشتيني موت، وانا بره بتهفهفي عليا كده. تعالى يا خليل. إيه؟ قدامي. إيه؟ مخبي الفلوس فين؟ فلوس ايه بس يا حبيبتي؟ فلوس ايه؟ ما انت داريه على البير وغطاه. تعالى هنا. امك اللي رستني على البير وغطاه، ها؟ قالت لي ان اختك زهره زودتك في الشهر 500 جنيه، تقدر تقول لي مخبيهم فين؟ اخبي ايه بس؟ فلوس ايه و500 جنيه ايه؟ اختي هتديني 500 جنيه زياده في الشهر ليه؟ هي بتلاقي الفلوس ولا يمكن انا شغال مدير مصنع صبغه طيور؟ يلا يلا يلا. ايوه ابدا اللوعه بقى وشغل الثلاث ورقات بتاعك. بقولك ايه يا خليل، لو ما قلتليش دلوقتي الحقيقه هقتلك. متجوز عليا صح؟ متجوز عليا يا خليل. يا بنت ما ينفعش اتجوز عليكي، اللي يعرفك ما يتجوزش عليكي. ده انت اللي متجوزه الحاج متولي نفسه مش هيقدر يتجوز عليكي. امال الفلوس فين؟ انت الفلوس فين اللي هجيب كرشك دلوقتي؟ ما انت عارفه، انت عارفه حبيبتي يا بتبت، الحشيش بيغلى بيطلع كل يوم في السما زي الدولار. يبقى من يوم ورايح كل الكلام ده ملوش عندي فايده. الفلوس كلها بال 500 جنيه كل اول شهر يبقوا في ايدي، وانا اللي اديك المصروف، واخرك عندي المواصلات وكوبايه الشاي. لا مواصلات وكوبايه الشاي لا. طب والحشيش؟ لا الحشيش ده بقى لعبتي انا اللي هشتريهولك، وانا اللي هقطعه واكرسه واعد عليك الحجاره زي امي ما بتعمل مع ابويا. اسره اصيله وعريقه على راي امي. قالت لي يا ابني دي جنازه مش جوازه. انا راضيه حكمك انت بقى يا ام فوزي. يخلصك يا اختي الوليه المعدده المغسله مرات التربي، يخلصك انها تروح تعمل اعمال لبنتي عايزه تشحططها عايزه تجننها. اما البنت يا عيني دلوقتي لا بتنام ولا عارفه تشوف شغلها. انا عايزه اعرف بس هما بيعملوا الاعمال دي لبنتي ليه؟ انا عارفه يا اختي ايه بس اللي كان شبكهم الشبكه المنيله دي، دي حتى دخلتهم شوق مع الناس. ابني يا اختي ابن الله لا يكسبه، قلبي يحب بنت التربي ومش قادر على بعدها، وبعد كل المصاريف والحاجات اللي بنعملها لهم رايحه اللي ما تسمم ملهنه الولية مرات التربي، رايحة قال تعمل أعمال سودة لبنتي ليه؟ طب وانت تأكدتي من الحكاية دي ازاي يا أم خليل؟ الراجل أبو الشمان ده الراجل مبروك وراني يا أختي صورتها على كف إيدي. يا لهوي صورتها على كف إيدك؟ شفتيها بعنيكي؟ هي أم الهانة اللي ما تسمى، هي يا أختي قاعدة كده كل ده على كف إيدي، وزي ما تكون قلبة صحنتها كده وبتبصلي في عينيا وتقولي ايه؟ ايوه انا، اعلى ما في خيلك اركبيه. اما وليا قللت الاصل بشكل. طب وبعدين يا اختي ناويه تعملي ايه؟ ويكون في علمكم بقى، ان كنتوا فاكرين ان انا ما اقدرش اعمل اعمال سودة وشقلب حياتكم زي ما انتوا عاملين في بنتي، لا ده نقدر ونص. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه يا ام خليل؟ اعمل ايه يا اختي اللي هعملها لبنتك؟ ايه الكلام اللي ما يخشش العقل ده؟ كلام ده عيب يا ست ام خليل، احنا خلاص بقينا اهل، واللي يرشكم بالميه نرشه بالنار. يعني انا بتبل عليكم ولا ايه؟ اذا كان انا شفت صوره اللي ما تسمى مراتك دي على كف ايدي وهي قلبه صحنتها وبتبص لي بعينين رضيه. سمعت يا ابو سريع؟ قال ايه يا اخويا صورتي على كف ايدها؟ ما هو يخلق من الشبه 40 برضه يا ست ام خليل. 40 ايه و50 ايه يا راجل يا صوت علي انت؟ بقى معقوله صور البني ادمين تطلع على كف الايد؟ هو انت صورتي كفك عند انهي مصورات يا ست ام خليل؟ انا ما روحتش لمصوراتي، انا روحت للشيخ ابو شماندل الراجل الامير المبروك، وفتش لي سر مراتك اللي ما تسمى دي بالاماره بتعمل لك الاعمال وتديها لك تدفنها مع الميتين في التراب. لو الكلام ده حقيقي يجي معايا القراف ويشاور لي على انهي تربه فيها العمل وانا افتح حاله. لو لقينا العمل ندر عليا لما يجي يموت هدفنه مجانا. سمعتي بقى يا ام خليل؟ ايه رايك يا اختي وهي الميه تكدب الغطاس؟ ايوه ايوه
هو انتو ازيك يا بابا؟ الله اخويا. الله ازيك يا خالتي؟ امي هنا خير. تعال يا اخويا شوف امك جاي تتهمنا ان احنا بنعمل اعمال لاختك زهرة. نعم ليه بقى بعد الشر يا خالتي؟ هو احنا لا سمح الله شفنا حاجة وحشة من زهرة؟ وبعدين احنا هو ما شاء الله عايشين من خيرها. يا ريتو يا اختي كان تمر في امك. وبعدين معاكي بقى يا ام خليل، انت يا اختي جايه تتبلي علينا هنا ولا ايه؟ اسمعي بقى، انا ما جبتش حاجه من عندي، الشيخ ابو الشمندل هو اللي قال لي على كل حاجه وشفت بعيني. ابو الشمندل؟ انت رحت يا امبا للشيخ ابو الشمندل؟ ماله، راجل مبروك وكله بركه. بركه مين يا امبا؟ ده اتقبض عليه امبارح. اتقبض عليه؟